مساء الفل عليكم، مساء الفل على أجمل وأجدع ناس، ومنورين مهرجان العالم عالمين. مهرجان إيه؟ أعلى مهرجان إيه؟ مهرجان العالمين في نسخته الثانية، مهرجان عظيم. المهرجان في الحقيقة اتولد مهرجان كبير، أكبر مهرجان وأقوى مهرجان في مصر والشرق الأوسط. السنة دي المهرجان فيه كتير جدا من الفعاليات، مش بس فنية وموسيقية، وفي مسرحيات، في مسرح طفل، في كمان المهرجانات للأكلات حول العالم. لكن كمان علشان فلسطين في قلب مصر والمصريين، فكان مهم جدا في النسخة الثانية من مهرجان العالمين ان يخصص من دخل حفلات المهرجان 60% علشان اهالينا في فلسطين. تحيا مصر. وزي ما قلت لكم انه دايما في كل جديد في مهرجان العالمين. السنه دي بقى الجديد وعلى المسرح الروماني في قلب مهرجان العالمين الجديده، بنشوف حفلات وهنسمع حفلات للموسيقى المستقله او الاندبندنت ميوزك. هتسمعوا حفلات وانواع مزيكا مختلفه تماما، واللي بقى ليها جمهور من الملايين. واحنا بنتكلم عن الراب والتراب والروك والفيوجن والفولكلور وحاجات كتير قوي بتحبوها. النهارده احنا بنتكلم على ثلاث حفلات في سهره واحده. هنسمع مع بعض الرومانسي والهادي والجميل مع حافظ وبستان، هنسمع كمان المختلف في الروك والبوب والفيوجن مع كود مصر، وهنسمع النوبي الرائع وأهل الجنوب وفرقة هاي دام. مستعدين لسهرتنا؟ يلا بينا. ليالينا ليالينا وتاهت بينا، ليالينا ليالينا
ليالينا. Share.